بالأمس انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة غير الشرعية المنعقد في مدينة بنغازي لأول مرة. في مدينة بنغازي تشهد فعاليات هذا المؤتمر الدولي برعاية الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، باعتبار أن هناك حكومتان في ليبيا، واحدة تستمد شرعيتها من المجتمع الدولي وأخرى تستمد شرعيتها من مجلس النواب. وبالتالي هناك من يعتقد بأن هذا اعتراف ضمني بالحكومة المنبثقة عن البرلمان بعد حضور 40 دولة متضمنة بعض المنظمات الدولية أيضا الغير ربحية أو الغير رسمية التي تواجدت داخل قبة المؤتمر الدولي للهجرة غير الشرعية المقام في مدينة بنغازي كما ذكرنا، أيضا بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس البرلمان الأفريقي بالإضافة إلى رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان. الجميع هنا حضر للتناقش والتباحث حول آلية مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تمر عبر ليبيا باعتبارها مدينة عبور وأيضا دولة عبور عفوا وأيضا دولة مقصد للمهاجرين غير الشرعيين في هذا الظرف الحساس، باعتبار أن ليبيا تملك ما يقارب 4000 متر هناك على الحدود الصحراوية التي تحدها 6 دول أبرزها السودان والنيجر اللتين لديهما ربما وضع سياسي معقد أيضا ووضع أمني غير يعني مستقر في هذه الدول، وبالتالي ساعد على تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر ليبيا باتجاه أوروبا. الجميع طالب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين وتنمية هذه الدول اقتصاديا وأيضا إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب الذين يبحثون عن العمل بالدرجة الأولى في مقصدهم للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. عدد الدول الحاضرة كان كبير جدا وفعالية المؤتمر شهدت بعض الندوات وبعض أيضا وأوراق العمل التي قدمت من الوفود المشاركة لهذه الدول أبرزها المغرب والجزائر ومصر وأيضا دول جنوب أفريقيا. وأيضا قال مجلس النواب رئيس مجلس النواب عفوا في كلمته أثناء فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة غير الشرعية بأن ليبيا ستحاول أن تمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق الإمكانيات التي تمتلكها، وهي بالتالي تحتاج إلى تكاتف دول الجوار وتكاتف أيضا الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هذه الظاهرة دولية وعابرة عابرة للحدود، وليبيا غير قادرة لوحدها على مجابهة مكافحة الهجرة غير الدولية. أيضا تحدث خبراء أمنيون عن مكافحة ظاهرة المنظمات أو عفوا هؤلاء العصابات التي تمتهن الجريمة المنظمة بتهريب البشر بطرق غير شرعية عبر البحر المتوسط وحتى عبر البر، القادمون من جنوب ليبيا يعبرون الصحراء مرورا بالمدن الساحلية وصولا إلى قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. محاولة مكافحة هذه المنظمات الإجرامية التي تتعاون فيما بينها وتعتبر منظمات عابرة للحدود أو عصابات عابرة للحدود باعتبار أنها تتواصل مع جهات أخرى فاعلة في الاتحاد الأوروبي أو الدول الساحلية على البحر المتوسط التي تستقبل المهاجرين فور وصولهم إلى الدول الأوروبية لمساعدتهم على الدخول هناك من الشواطئ الأوروبية. وبالتالي مكافحة هذه العصابات الإجرامية عبر خطط أمنية وترتيبات أمنية مع الاتحاد الأوروبي، وعود قدمت في السابق من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي يهاجر منها مواطنوها باتجاه الاتحاد الأوروبي، لكن بعض الشخصيات من الحاضرين قالوا بأن الاتحاد الأوروبي كانت هذه مجرد حبر على ورق وعود الاتحاد الأوروبي ولم تصل أي مساعدات رسمية لهذه الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد يعني آلية لمجابهة المهاجرين غير الشرعيين ومساعدتهم على الهجرة بطرق شرعية ووفق منظومة قانونية يتم من خلالها المهاجر السفر إلى الدولة الراغب إليها وفق ترتيبات تتعاون فيها هذه الدول الأفريقية مع الاتحاد الأوروبي دول المقصدة. نعم، من مدينة بنغازي الزميل أحمد بن عاشور مراسل اليوم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وعلى مداخلتك معنا.